يعد البلاستيك من الأشياء المنتشرة من حولنا في كل مكان، فلا يكاد يخلو مكان من المواد البلاستيكية، ويدخل البلاستيك في صناعة الكثير من الأشياء، من هذه الأشياء القوالب الزراعية. شركة طلابية من جامعة السلطان قابوس أنتجت قوالب زراعية طبيعية بديلة للقوالب الزراعية البلاستيكية. المنتج الأول للشركة هو منتج غراس، حيث أن المزارع لا يحتاج إلى نقل النبتة من الأصيف إلى التربة، وإنما يزرعها مع القالب. يقوم القالب بتغذية النباتات تحت التربة، يتحلل في غضون شهرين، ويعتبر بديل للقالب البلاستيكي، حيث القالب البلاستيكي يشكل من النبتة مشكلة الصدمة النباتية. ومن خلال منتج غراس قمنا بحل هذه المشكلة نهائياً، وهي تقلل الجهد والتكلفة على المزارعين في المزارع التجارية. استهدفنا بشكل أساسي نبات المشكيت الذي يشكل ضرراً في البيئة العمانية، والذي أضاف قيمة غذائية للنباتات في القالب الزراعي. يمر المنتج بعدة مراحل، بداية من جمع المخلفات النباتية ومن ثم تقطيعها، بعد ذلك نقوم بخلط العجين بنسب محددة، ومن ثم تشكيل العجينة على شكل قالب زراعي، وبعد أن يجف العجين تماما نقوم بمرحلة التشميع النهائي وإخراج المنتج. في البداية واجهنا صعوبات حتى وصلنا إلى نسبة المكونات الأساسية في المنتج، حيث عانينا من تفتت المنتج وتكسره وصعوبة في حفظه. بعد تجارب لمدة 3 أشهر وصلنا إلى المنتج الأخير اللي ممكن أن نعتمد في التصنيع التجاري. تعتبر جامعة السلطان قابوس الداعم الأول لشركة طلح، حيث قمنا بإجراء تجارب في كلية الزراعة. بعد ذلك قامت الجامعة بإعطائنا مقر خاص للشركة في مزرعة الجامعة، وحالياً نحن نشتغل على تصنيع بكميات تجارية بسيطة. من خلال منصة عمان للابتكار تمكننا من الدخول إلى عالم ريادة الأعمال والشركات العالمية، حيث قمنا بعمل جدوى اقتصادية للمشروع. وحقيقة نحن نفتقر حاليا لوجود آلة للتصنيع بكميات تجارية، مع العلم أن هناك طلبات كثيرة على المنتج من داخل السلطنة وخارجها. غراس هو منتج الشركة الذي أثبت فعاليته بالتجارب، والشركة بدأت بإنتاج المنتج بكميات ولكن بطرق يدوية.